خويا كان عنده واحد المرحلات كتسمى مرحله انتقاليه، ان كانت محطه مستاجره لواحد الشركه، الشركه مشات، حنا بدينا في مده ديال شهر جوري لوي باش شي لك دخلت تصور تشوف النظافه وكيوت المحطه بواحد الحله جديده وبتنظيم جديد، لكن المشكل اللي عندنا هي دابا راه باقي في اجتماع في العماله المساله الصحيه كيفاش غتكون بالنسبه للمواطن اللي غيدخل المحطه وما نديروش شي بؤره ديال كورونا. كنشوفوا شي تخريج عاد لا تخرج اللي كيدخل الكار كيجي واحد الزبائن ولكن باقي التخريج كيفاش غيتعقم وكيفاش غيدخل ويخرج. وركاش شي بعض النقاله باقي ما وافقينش على ديك التسعيره اللي كانت اصليه، بغاو يزيدوا لنا 50%. والله امورهم ديك بعيدا، حنا كنضفوا مجموعه حضاريه بمدير شاب غزال كيتفهم هو اللي بناها هو اللي غادي يشرب البناء ديالها. اذا عندنا بزاف تربحنا بزاف الامور في ديالنا، المغاربه مزيانين في المغرب كتجي كل شيء سهل، ولكن راه اما حتى كدوز فيها 20000 في النهار، راه 20000 وفي المتعيد 50 ل 70000 في النهار، وحسبها ولدي انت في الكالكولاتريس وشوف واش هادي وعر من المطار ولا لا. شويه الاهتمام كطلبوا شويه الاهتمام، لا تذكر انت كتشوف غادي يجي يقطع تذكيرته يدخل بوحدو باكاج ديالو يدخل بحال المطار داخل زون فرونش يشرب قهوه يتقدم ياكل وقت الكار يطلع الكار يزيد. شي اللي كاين لي كورتي هما المشكل. قلت لهم ماشي اقتراحات الاداره والدوله، اي شركه دير جوج ثلاثه ثلاثه ديال الكورتيات بان جيلي فيه النمره، داز قدامي الزباله مشات النمره في يداتها كاميرا كاينه، هذاك الضغط ديال الكورتيه بزاف بسال كاين اللي عادي يدخل ولا كورتي. درنا لهم التباعد وانت شتي ولدي حافظ على التباعد، درناهم الداخل وغيتم داخل ذاك الزبون والمسافر غيدخل بوحدو متباعد يمشي يريح راه شي دخل خص تدخل تصور اش كنقول. درنا التباعد في الكراسي في الجلوس وكلشي بالمقهى بغيت يتقدم بالتباعد كلشي بالتباعد، والسعه الاستيعابيه ديال القهاوي 50% عطيناهم عبرنا اللي كيش يحطوا